عندنا ايه كمان؟ عندنا نشاط الرياضي اليومي. عاوز تقول ان انت عايز تغير سلوكك، يبقى لازم تفرض على نفسك كل يوم تنزل، تنزل تتمشى، تروح الجامع، تنزل تتمشى تروح السوق، تنزل تتمشى تصلح بين اتنين، تنزل تروح لاخوك لاختك، المهم تتحرك. الحركه بركه، الحركه سعاده. ناس كتير اجي اقول لها تمشي ما اقدرش ما اقدرش، يا ستي تمشي لغاية. ما اقدرش ما اقدرش. ايه المصيبه دي؟ طبعا هي قاعده بالريموت، بتشغل التلفزيون بالريموت، وعندها التواليت بالريموت، تدوس على الريموت يجي التواليت. طبعا ده غلط. طيب عندنا كمان طريقه الاستحمام. طريقه الاستحمام عامله زي طريقه القعده في الحمام. احنا شرحنا ساعه بحالها طريقه القعده في الحمام. طريقه الاستحمام ان انا استحمى صح. استحمى صح ازاي؟ ان انا بغسل جسمي بالليفه، وليفه حلوه كده تنشط الخلايا، وبعدين اتوضى وضوئي للصلاه واغتسل غسل شرعي. يعني ايه غسل شرعي؟ يعني بتوضى وضوئي للصلاه واتمضمض واستنشق واغسل وشي وايديا واغسل راسي بثلاث حسوات، وبعدين اغسل الشق اليمين والشق الشمال واغسل رجلي. ده اسمه غسل شرعي. مفيش بني ادم يخش الحمام الا لازم يغتسل بالطريقه دي. ما اغتسلش بالطريقه دي ما اغتسلش كده، مفيش احنا ما بنستحماش. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل، في ناس عندها بانيو، فبتحط في البانيو شامبو وتحط عليه تاتو، وبعدين تنزل الشامبو وتقعد بقى والميه تروي العطشان وتطفي نار الجربان ويقعد يلعب في الميه. طبعا دي هتعمل له ام التهابات وحساسيه جلديه، وبيجي لنا بانفكشن وعدوى. ولا بقى الستات، الوباء خلى الناس تستخدم كلور وكحول وديتول، وجالنا بحساسيه جلديه وحساسيه جنسيه كده. الاستحمام ما بقاش استحمام، بقى زباله. يبقى لازم استحمى بميه عاديه، ولازم اتعلم يعني ايه اركان الغسل الشرعي، لان لما اتعلم الغسل الشرعي كل ما اخش الحمام اغتسل شرعي، ولما يجي ميت يموت اغسله شرعي زي ما كنت بغتسل. انما احنا لما حد بيموت بنقف كده، احنا بنصلي ولا بنغتسل؟ هاتولنا حد يغسل، نجيب حد يقولك ما اعرفش، هاتولنا حد تاني ما اعرفش، تطلع العماره كلها ما بتعرفش. دي طريقه الاستحمام. في طريقه قضاء الحاجه. طريقه قضاء الحاجه طبعا، شوف ده واقف بيقضي حاجته هو واقف، والتاني بيقضي حاجته هو متشقلب، واخد بالك؟ يعني انت شفت ده؟ شفت ده؟ وطبعا طريقه قضاء الحاجه مش ان انت تتداول بس، اللي قاعده احنا بنقعد على القرفصاء، ولو انت عندك حمامه فرنجي بتجيب حاجات من اللي بترفع الرجلين زي كرسي ولا حاجه، المهم يكون رجليك قريبين من فخذك، ولو مش قريبين من فخذك تجيب ايديك الاثنين كده بيه وتحطهم على الجنبين دول وتضغط بفخذك، وتخلي الفضلات تخرج في خلال فتره من 3 لـ5 دقائق. لو قعدت اكتر من 5 دقائق تتعالج، والا هيبقى قضاء الحاجه بالنسبه لك مرض. يعني واحد بيقعد في الحمام نص ساعه ساعه وعمال يحزق ويضرب برجليه ويعمل مش يا عم ده ما تاخد ملين كده، هينزل لك بواسير وشرخ شرجي وهتجيب دم، وتطلع من الحمام عايز تستريح كانك كنت بتحارب. ايه ده؟ وانت بتحارب وانت بتاكل، وبتحارب وانت بتخرج. في ناس كل وظيفتها كده، مصيبه وهو بياكل ساعه ساعتين، وبعدين يخش الحمام ساعه ساعتين وما روش غير حاجه. فطبعا طريقه قضاء الحاجه دي مهمه. في سلوك جنسي خاطئ، اللي هو الناس اللي بتعمل عاده سريه، والناس وبعدين واحد يقول لك ده واحد بيعمل عاده سريه بايد مراته. ايد مراته ايه؟ وحماته واخته ايه؟ الكلام الاهبل ده، ايه الكلام الاهبل ده؟ وبعدين يقول لك الدكاتره بتبيح، دكاتره مين؟ هيروحوا النار، استعبطوا ولا ايه؟ امال استغفر من ايه؟ لما انا بعمل حاجه غلط بستغفر، لما انت تقول لي ده حلال مش هستغفر كده. زي اللي بياخد فايده البنك الحرام، مفيش ربا، مفيش ربا، ما نحرق المصحف احسن. ما تبعد عن الفوائد وتاخد حساب جاري ولا تعمل اي حاجه، ولا انت ما بتحبش غير الفايده يا مرابي؟ ده اكل لقمه من الربا كعقاب 33 زانيه يزنوها الرجل، بس احنا بنستسهل بقى. عدم الاعتماد الكلي على الدواء، واحنا مش بنعتمد على الدواء اعتماد كلي. زي ما قلت في الاول، انا عندي الضغط اخد حبايه، عندي السكر اخد حبايه، عندي مش عارف الصداع، وبعدين انت هتتقطع كده، مش هينفع. والله العظيم والله العظيم الناس اتدمرت من الدواء، واتعملت مؤتمرات لو اخذت جميع الادويه والقيت في البحر لتحسنت صحه الناس وساءت صحه الاسماك. وانا قلت لك والله انا شفت واحده، مش واحده كتير،
كانت رايحه الحج عندها الضغط والسكر والقلب وكبده بتاخد 20 دواء وراحت حج. فلما راحت حج انا قلت دي مش هتستحمل يعني السعي بين الصفا والمروه نص ساعه رايح نص ساعه جاي نص ساعه رايح نص ساعه جاي 3 ساعات ونص هتموت. رجعت صحتها حلوه جدا. قلت لها خدت دواء السكر؟ قالت لي لا. دواء الضغط؟ قالت لي لا. دواء مش عارف المفاصل؟ قالت لي لا. امال صحتك حلوه؟ قالت لي انا عهدت ربنا مش هاخد حاجه. الروح المعنويه والامل وانك انت يبقى عندك حاجه جميله في حياتك هتعملها مش هتعتمد على الادويه. ويؤخذ الدواء على قدر الضروره. انا قست السكر الصبح لقيته فوق 300 باخد الدواء بتاعي. السكر بتاعي واطي فبتاخد دواء سكر ليه؟ قست الضغط بتاعي لقيته مظبوط تاخد دواء الضغط ليه؟ اصل الدكتور قال لي لا لازم تاخد الدواء وما ينفعش واحد بياخد دواء ضغط يبطل. ايه مكتوب على قفا ام ان هو رايح النار؟ مهم جدا انا ما بعتمدش الا على الضروره. يعني ايه ضروره؟ يعني انا في رعايه مركزه، انا في ضروره قصوى، انا خلاص الصداع هيفرتك دماغي، انا 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 بس. لكن على طول على طول صبح ظهر ليل واحد بياخد والله العظيم 16 قرص صبح و16 قرص ظهر، 16 48 قرص والله العظيم 48 قرص بياخد كل 16 مع بعض. ليه كده؟ طب ما هيحصلهم دراج دراج انتر اكشن، ما الادويه بتبوظ بعض. يعني على الاقل بين الدواء والدواء ساعه نص ساعه. طيب في بقى تصحيح العلاقات الاجتماعيه بين الناس، ان انت تشوف يعني اهلك رحمك اخواتك اخوالك ما لا يدرك كله لا يترك كله. وانا مش هقدر اكلمهم كل يوم لكن على الاقل كل عيد مره كل شهر مره، مش كده ولا ايه؟ لكن في ناس لما بتيجي تكلم بعض دلوقتي ايه يا خالتي؟ ايه يا حبيبي حد مات؟ لا ما حدش مات. انت بتتصل ليه؟ هو احنا مش متعودين. ها واحد رايح يزور عمه، ايه يا ابني ايه جاي تتجوز البت؟ لا والله ده انا بزورك يا عمي. احنا خلاص انا مش هزور حد لما اكون هتجوز حد من عنده ولا هستلف فلوس. علاقات حب ورحم ليه؟ ها زي الستات، المفروض الستات بتصلي في المسجد زي الرجاله بالظبط. بس في بعض الدول حرمت على المراه المسجد، يبقى المراه اللي راح المسجد يا اما راحه داخله الحمام يا اما داخله تسرق يا اما داخله تشحت. طب داخله تتفقى وتصلي زي الراجل؟ لا ده دين رجالي. وبعدين يقول لك تجديد الخطاب الديني، دي ده راح امك ما علينا. طيب البعد عن اسباب المرض. لما تلاقي حد عيان قوي ومنطقة موبوءة بمرض بلاش، يعني انت شايف ان عنده برد وبيكح مش كل شوية بتبوسه من ايه ده؟ ولما جه الوباء خلى الناس تتعلم انها تبعد عن بعض. وبعدين لبسنا الكمامة، ها، وطبعا بعد شوية حطينا الكمامة على القمامة، وفي ناس طبعا استحلت الكمامة لانها بقت تستخبى من الناس. في ناس كان نفسها تتنقب مش عارفة رجالة يعني، فالحمد لله ان الرجالة اتنقبت. طيب ايه كمان؟ تغيير البيئه. طبعا البيئه دي موضوع كبير جدا، ان انا ازاي اخلي البيئه صحيه. مرضى كتير جدا جدا كانوا عايشين في بيئه دخان وزباله وقرف، نقلناهم مستشفى خفوا، لما رجعوا تاني البيئه المرضيه عيوا. واحد يقول لك يعني ايه بيئه؟ ومال البيئه ومال المرض؟ كان عندنا ناس كده يقول لك مال البيئه ومال الامراض؟ سبحان الله، ما هي البيئه اللي مليانه امراض هتجيب امراض مش كده ولا ايه؟ لكن يقول لك مال البيئه ومال المرض؟